اتنين من ابطالنا يعني الحقيقه حبينا يكونوا موجودين في الجزء الاولاني من حلقتنا النهارده. اتنين قدروا ان هم يحققوا انجازات دوليه وانجازات مش سهله. اتنين من ابطالنا الرياضيين، عمر عصر من فرنسا معانا عبر زوم من فرنسا، وميار شريف بطله التنس معنا عبر زوم من اسبانيا. يعني احنا من فرنسا لاسبانيا مش بعيد قوي، بس يعني انا بحييكوا انتوا الاثنين يا شباب، ويعني فعلا فخوره ان انتوا موجودين معايا وسعيده ان انتوا موجودين معايا. وهبتدي معلش يا عمر، ابتدي بالبنوته بقى الاول كالعاده يعني. ميار هاي لميس، هاي حبيبتي، مبروك. والنهارده يعني التصنيف 74 في التنس، هل ده اعلى تصنيف تصل اليه يصل اليه بطل مصري او مصريه في التنس يا ميار؟ الحمد لله، الحمد لله. انا مبسوطه جدا بالاسبوع اللي فات، وطبعا اول مره ليا واول مره لاي بنت مصريه توصل للترتيب ده او تدخل حتى جوه المية، وان شاء الله ان شاء الله يعني قريب جوه الـ50. يعني ده حصل لما انت يعني خدتي بطولة ألمانيا. احكي لنا على بطولة ألمانيا، هل كانت صعبة ولا كانت من البطولات العادية ولا ايه؟ لا طبعا ما كانتش بطولة سهلة خالص. اول مرة ليا ان انا اكسب بطولة WTA، وده ال WTA يعني مختلفة عن ال ITF. ال WTA ده اللي هو زي دوري المحترفات، ما فيش اعلى من ال WTA. والحمد لله ان مجرد ان انا قدرت اكسر بارير حاجز زي ده، وان انا اكسب بطولة كبيرة زي دي، بالنسبة لي ده انجاز. والبطولة ما كانتش سهلة خالص، وخدت مني مجهود كبير جدا، بس الحمد لله الحمد لله بمساعدة ربنا قدرت ان انا اكسب. أصعب لحظة أو أصعب منافسة كانت عندك إيه يا ميار؟ طبعا كان ماتش النص النهائي، لان البنت دي كانت كسبتني قبل كده في رولان جاروس السنة دي، كنت لسه ملعبها من شهرين ثلاثة. وكان ماتش برضه كان طويل جدا، قعد 3 ساعات، وكان مجهود، كان ماتش فيتنس يعني. وبرضه المره دي الماتش كان طويل جدا، لدرجه ان ما كانش فيه نور خلاص، فاضطرينا ان احنا نصحى اليوم اللي بعده نكمل الماتش، وبعد كده نلعب ماتش النهائي في نفس اليوم. يعني يعني الدنيا ظلمت عليكم، يعني خلاص الدنيا ظلمت عليكم فكملتوا تاني يوم ولا عملتوا ايه؟ بالظبط، كملنا تاني يوم، وده كان مجهود كبير عليا جدا، لان انا لعبت الماتش ده، وبعد كده لعبت ماتش النهائي، وبعد كده لعبت نهائي الدبل، ف نهائي الدوري. فطبعا كان مجهود كبير جدا عليا، بس الحمد لله الحمد لله مبسوطه بالنتائج اللي انا عملتها. برافو يا ميار، والله فعلا احنا فخورين بيكي.